نادي المهنة هو أول نادي أنشأ في أبو عريش، ومن اهتمامات النادي يقوم بتدريب الفرسان على أساسيات الركوب وأيضا على رياضة قفز الحواجز، وقد تم افتتاح قسم خاص بالنساء لتدريب النساء أساسيات ركوب وأيضا قفز الحواجز، وتجاوز عدد المتدربات 100 متدربة بفضل الله، وهناك الكثير أيضا من المتقدمات للتدريب. من اهتمامات النادي أيضا إيواء الخيل، لدينا في قسم الرجال 30 بايكة، وبالنسبة لقسم النساء 12 بايكة، وهذا كله من أجل الارتقاء برياضة الفروسية في محافظة أبو عريش.